إلى مشروع برنامج تنفيذي. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وضيفي الكبير خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المملكة العربية السعودية لك الأردنية الهاشمية. الطواب يشته على زنده يردد بيت من أزمان بلاد العرب أوطاني وشد صفوة جياده لكد ذاك الجواد ومد راجع للعرب سلمان على يمناه عبد الله وجرد سيفه أغماده على يمناه عبد الله وجرد سيفه أغماده. شعراكم على العزيز بن عبد العزيز آل سعود قلادة الحسين بن علي وهي أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول. فأهلاً ومرحباً بك يا سيدي يا خادم الحرمين الشريفين.